السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درسنا اليوم لمقرر جغرافيا سكانية أجا 312 الدرس السابع تركيب السكان. من المتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا الدرس هو أن يتعرف على مفاهيم تركيب السكان وهرم الأعمار ونسبة الذكورة، أن يقارن هرم الأعمار بين الدول النامية والدول الصناعية، أن يصنف الفئات العمرية للسكان إلى 3 فئات، أن يتقن مهارة قراءة هرم السكان، ومن ثم بيان أهمية تركيب السكان حسب الجنس. فلننتقل مباشرة إلى النشاط الأول. أمامك فقرة، عرف من خلال هذه الفقرة مفهومي تركيب السكان وهرم الأعمار. أمامك دقيقتان لحل هذا النشاط. إجابة النشاط الأول فهي تركيب السكان، بمعنى بنية السكان في بلد معين من حيث الجنس والعمر والحالة التعليمية والنشاط الاقتصادي. أما هرم الأعمار فهو يعبر عن تركيب السكان حسب العمر والجنس في تاريخ محدد، وعادة ما يقسم عموديا إلى نصفين، إحداهما ناحية اليسار إلى الذكور والآخر ناحية اليمين حيث يمثل الإناث. ننتقل إلى النشاط الثاني. أمامك مجموعة من العبارات وهي تمثل خصائص هرم الأعمار في البلدان النامية والبلدان الصناعية. صنفي هذه العبارات في جدول من تصميمك. أمامك دقيقتين لحل هذا النشاط.
فلنتعرف على إجابة النشاط الثاني، وهي خصائص هرم الأعمار في البلدان النامية والبلدان الصناعية. فلو تلاحظ يا عزيزي الطالب إن الخصائص لهرم الأعمار في البلدان النامية معاكسة تماماً لهرم الأعمار في البلدان الصناعية. فالهرم عادة منتظم نسبياً، بالمقابل في البلدان الصناعية هرم الأعمار غير منتظم بسبب الاضطرابات والحروب وما تخلفه من قتلى. ثانياً، القاعدة عادة تكون في البلدان النامية عريضة نتيجة لكثرة الولادات، بينما القاعدة في الهرم العمري في البلدان الصناعية ضيقة نسبياً بسبب قلة الولادات، بينما القمة ضيقة في البلدان النامية أي هرم البلدان النامية نتيجة ارتفاع عدد الوفيات بين ذوي الأعمار المتقدمة، في حين في البلدان الصناعية يكون عادة الهرم قمته عريضة نسبياً بسبب تدني عدد الوفيات بين ذوي الأعمار المتقدمة. فبالتالي تعرفنا على أهم خصائص هرم الأعمار في كل من الدول النامية والصناعية. فلننتقل إلى النشاط الثالث، النشاط الثالث. أمامك مجموعة من المستندات 1 و3 و4، من خلال هذه المستندات أجب عن الأسئلة التالية: 1. ما هي فئات الأعمار الثلاث الكبيرة؟ 2. قارن خصائص فئات الأعمار بين البلدان النامية والبلدان الصناعية. فلو تلاحظ عزيزي الطالب عندنا هرمين، أحداهما لدولة نامية والآخر لدولة صناعية، كلاهما بهما خصائص متشابهة ولكن فيهم بعض الاختلاف. أمامك دقيقة واحدة لحل النشاط. أما إجابة النشاط الثالث فهي كالتالي: الفئات العمرية هي عبارة عن 3 فئات كبيرة. أولهم صغار السن أو الفتيان وهم دون 15 سنة، أما الفئة الثانية فهم لمتوسطو السن أو الراشدون من 15 سنة إلى 64 سنة، بينما الفئة الثالثة هي لكبار السن والمسنون أي لأعمار تتجاوز 65 سنة. ولإجابة السؤال الثاني للنشاط الثالث، وهي خصائص فئات الأعمار بين البلدان النامية والبلدان الصناعية، نلاحظ إن البلدان الصناعية ترتفع فيها نسبة الشيخوخة أي المسنين بسبب تحسن ظروف الحياة وتقدم الطب والخدمات الاجتماعية، ولكن مع ذلك صارت هناك الكثير من النتائج السلبية، من ضمنها نتج عن أعباء مالية نتيجة الضرائب والمفروضة. 2. من ناحية اجتماعية سيكون له تأثير في الصحة والخدمات العامة والهجرة، أما المجال السياسي تؤثر هذه الأعمار على نماذج التصويت والتمثيل. ولو نلاحظ البلدان النامية نرى أن ارتفاع نسبة الفتيان الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة بلغت حوالي 40%، في حين أن هذه النسبة ترتفع في كل من كينيا بحيث وصلت إلى 51%، واليمن وسوريا حيث بلغت 47%، وذلك بسبب كثرة الولادات مما ترتب على ذلك أعباء اقتصادية وتربوية. ننتقل إلى النشاط الرابع، من خلال الشكل الذي أمامك بين خطوات رسم هرم الأعمار. أمامك رسمين لهرم الأعمار لنفس الدولة ولكن لسنتين مختلفتين، إحداهما تعود لسنة 1966 والأخرى لعام 2000. أمامك دقيقة واحدة لحل هذا النشاط. Thank you.
ملاحظه الدقيقه لهذه الرسوم يتبين لنا ان لابد من توفر معلومات دقيقه عن التركيب الديموغرافي للسكان، سواء من ناحيه العمر او من ناحيه النوع. 2، يتالف هرم الاعمار عاده من محورين، محور عمودي بحيث يمثل فيه فئات الاعمار من 0 الى الاعمار المتقدمه، وغالبا ما يكون الفارق بين فئه واخرى 5 الى 10 اعوام. اما المحور الافقي فعادة ما يقسم الى نصفين، الا هما النصف الايسر ويمثل عدد او نسبة السكان من الذكور، والنصف الايمن بحيث يمثل عدد او نسبة السكان من الاناث. كما تمثل الارقام المطلقة او النسب المئوية في المحور الافقي. وبذلك تمت الاجابة على النشاط الرابع. ننتقل إلى تعريف وحساب نسبة الذكورة. أما نسبة الذكورة فهو نسبة عدد الذكور إلى عدد الإناث في البلد الواحد، وتحسب نسبة الذكورة وفق القاعدة الرياضية الآتية، وهي إن نسبة الذكورة تساوي عدد الذكور مقسوماً على عدد الإناث مضروباً في 100. مثال على ذلك، بلغ مجموع عدد الإناث في مملكة البحرين 532,000، وعدد الذكور 865,000 لعام 2016. فما هي نسبة الذكور في مملكة البحرين؟ تطبق عليه القاعدة الرياضية السابقة، بحيث تكون 856,000 مقسوماً على 532,000 مضروباً في 100، فيكون النسبة 160.9%، أي بمعدل 160.9 ذكر مقابل 100 أنثى. لحساب معدل القيد في مرحلة دراسية معينة وفق القاعدة الرياضية الآتية، عدد المسجلين في المدارس في فئة أعمار المرحلة مقسوماً على عدد السكان في فئة الأعمار نفسها مضروباً في 100. مثال على ذلك، معدل القيد في المرحلة الابتدائية يساوي عدد المسجلين في المدارس في فئة الأعمار من 6 إلى 12 سنة مقسوماً على عدد السكان في فئة الأعمار من 6 إلى 12 سنة مضروباً في 100. فلنفسر معاً الحقائق الآتية. فسري: ارتفاع عدد الإناث بالدول الصناعية مقارنة بالذكور، ما هي الأسباب لذلك؟ هناك عدة أسباب، ومنها عمل الذكور خارج المنزل وتعرضهم للخطر من جهة. 2، انفراد الذكور بخوض الحروب وإدمانهم الكحول والمنبهات والتبغ. 3، المقاومة الطبيعية تتمتع بها المرأة أكثر من الرجل. إذن فسرنا رقم 1. فلنفسر الحقيقة رقم 2، إلا وهي ارتفاع وفيات الإناث عن الذكور في البلدان النامية. لماذا؟ بسبب عدة أمور، إلا وهي صعوبة الظروف التي تتلقاها المرأة في هذه المجتمعات. وبعد تفسير الحقائق ننتقل إلى النشاط الخامس. من خلال المستندات 5 و11 أجب عن الأسئلة التالية. 1، ما هي أكثر قارات العالم في نسبة الذكورة؟ 2، كم نسبة الذكورة في قارة أمريكا الجنوبية؟ 3، ما هي أقل قارات العالم في متوسط الأعمار؟ فلو نلاحظ، السؤال الأول والثاني ستكون إجابته على مستند رقم 11، بينما السؤال الثالث ستكون الإجابة لمستند رقم 5. ولنلاحظ مفاتيح الخريطة، فبها معلومات نستطيع من خلالها الاستعانة بها لحل هذه الأسئلة. أمامك دقيقة واحدة.
يتبين لنا من خلال الإجابة على النشاط الخامس إن أكثر قارات العالم من حيث نسبة الذكورة هي قارة آسيا، في حين إن نسبة الذكورة في قارة أمريكا الجنوبية تبلغ 100%، بينما أقل قارات العالم في متوسط الأعمار هي كل من قارة أفريقيا، أمريكا الجنوبية، وقارة آسيا. وبهذا انتهى درسنا لهذا اليوم، تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد.